انت يا برج القوس الهايفنت، شكلك انت شخص لك كلمة واحدة فقط حاليا، انت في طاقة النضوج. بحسك انت في الوقت الحالي كأنك نضجت، يمكن انه نضجت من ورا هاي العلاقة، ويمكن يمكن العلاقة نفسها سببت لك نضوج. تعرف تلقي كلمتك، تعرف ان انت تكون صاحب الكلمة الواحدة. احتمال ان انت بتمر في زواج. انت شايف الشخص اللي وراك انه صامت، ما بيتحركش نهائيا ومخفي مشاعره وصامت جدا، لكن انت عكسه، هو صامت وانت بتحكي وبتلقي كلمتك. يعني الكلمة اللي انت بدك تحكيها بتوصلها بتلقيها، سواء على السوشيال، على اي موقع او اي شيء. طيب خلينا نشوف من الشخص هذا اللي وراك. الشخص هذا مشغول في اعماله، لان انا شايف انه طاقته في العمل اكتر اشي مركز في اعماله. شخص شكله عملي جدا جدا، وكل طموحاته وتركيزه في العمل مش في العلاقات. الشخص هذا على فكرة اذا حس انه زهق من العلاقة بيطلع منها بسرعة، لانه هو عملي اكتر وبحب الشيء الثابت. هو عملي جدا جدا هذا الشخص، وعنيد وبيطول لحتى ياخد قرار. عشان هيك انت شايفه صامت، شايفه صامت جدا جدا. يعني انت عارف انه هو عقلاني وصامت جدا. وانت الشخص، انت هذا الشخص شايفه جامد جدا جدا، عكسك، عكسك انت بالظبط. انت معبر عن المشاعر، وانت في طاقة الكلام والحديث، وانت يمكن استاذ او انت بتشتغل في محكمة عدل. إيه انت يمكن برضو بتظهر على السوشيال، إيه لك جمهورك، لك ناسك، لك متابعينك. عكس بالظبط، هو صامت مفيش حدا حواليه، وانت شايفه جدي وعاقل وبطول لحتى ياخد القرارات. وهو بفكر فيك لكنه مشغول في شيء اخر في العمل، وبفكر انه يجيك ياخد خطوة اتجاهك، لكنه الشخص هذا يمكن طاقة ترابية. وكمان الشخص هذا مهتم في إنجازاته وأعماله جدا، عنده الأعمال والإنجازات. هو زعلان شكل هذا الشخص، استخبى علينا، يعني طلع كم مرة خبى علينا وفاجأنا إنه جدي ومش مهتم، وهو دار ظهر العلاقة كلياتها، لكنه هو زعلان. الشخص هذا زعلان جدا جدا، لهيك هو مركز في اعماله، وانت شايفه برضه في اعماله. لهيك انت الهايرفنت، انت يمكن كمان مركز في اعمالك، وانت في طاقة التوازن على فكرة. وانت يمكن استشفيت من هاي العلاقة، وطلعت من هاي العلاقة، طلعت بحكمة، وطلعت زي ما حكيت لك انت شخص صرت ناضج اتجاه هاي العلاقة، صرت حكيم، وبتعرف تنصح الناس، حتى لو حد يمكن بيجي الناس يسألوك عن شيء ما، نضوجك في هاي العلاقة خليك انك تلقي او تنصح الناس بطريقة عقلانية، بطريقة شخص مر في كتير، وانت في طاقة اللي يعني بتقدم نصح للعالم، للناس، للحواليك، للأهل، للأصدقاء. فشايفك برضو يعني يمكن لبعض منكم في استقرار زواج، احتمال تكون انت شخص متزوج او في علاقة او ارتباط خطوبة. واحتمال ان انتوا الشخصين تختلفوا عن بعض في المدينة او في الجنسية. واضح عندي اختلاف كتير، هو تفكيره غير، حتى يعني يمكن اذا مش اختلافات مدينة او مسافة، احتمال انه النضوج عندكو، انتوا اتنين ناضجين، لكن كل واحد بطريقته الخاصة، بعقليته الخاصة، بفهمه الخاص. يعني هو بيفهم الامور بطريقه، وانت بتفهم الامور بطريقه. طيب خلينا نشوف لكم النصيحه، بعدين نبلش القراءه. بس انت شكلك يعني توازنت وناضج حاليا. هو الشخص هذا هو مهتم في عماله اكثر من العلاقات، يعني شايفه. طيب هون بيحكوا لك الانتقال الوظيفي، الغرض من حياتك هو
احداث تغيير مهني غير محدود. طيب هو انا حاسك انك انت استلمت مهنة جديدة، هي يمكن انت بتلقي مشورة على العالم، انت قائد في عمل حديثا يمكن جديد، انت لانه قلت لك انت ناضج، نضجت من هاي العلاقة سواء من امور تانية في حياتك، اصبحت ناضج واصبحت حر نفسك. فهون بقول لك في يعني عمل جديد، هلا مهمتك انه بدك تلقي عمل وتعطي بدون حدود. شكلك انت قوي الشخصية، عن معتقداتك في شيء انت يعني حاطط حدود. وهو يمكن هو شخص يمكن انت بتشوفه بطيء جدا، وشخص مثلا مش مهتم بالعلاقات، لان انا شايفه هو هيك مفرجيك، لكنه هو مش هيك، هو بيزعل لكن اعترف، ما بيظهر زعله انه ترك او اي ايش اي شيء. هون بيحكوا لك الشعور الرومانسي، لانه رومانس، طيب رومانتك، رومانتك فيلينج، الشعور الرومانسي مشاعرك حقيقية وتستحق الاستكشاف. احتمال انه انت دخلت في علم الروحانيات عشان كمثلا قارئ تارت، احتمال تقول انك انت قارئ تارت، او في شيء في الروحانيات خلتك العلاقة هاي تدخل في عالم الروحانيات عشان تكتشف مشاعر هذا الشخص وهو كيف بيفكر فيك وشو نواياه. وبلشت في عالم الروحانيات جديد، لو حتى من فترة، بس يمكن انت فتحت عينك على عالم الروحانيات واقبالك للروحانيات صار عالي جدا. مو بيحكوا لك نيو لاف، يمكن هذا حب جديد بتصير اترات عيني يعني ايش تاني. طيب keep an open mind. على فكرة انا حكيت لك الشخص ده انتو بتختلفوا عن بعض، في اختلافات بيناتكم، حتى لو مش بالدول او الجنسية، احتمال تفكير، لانه بقول لك you saw me your soulmate what you heard from your انه soulmate تبعك بيختلف عنك. بقول لك حافظ على دينك منفتح، الرفيق الروح قد يختلف عن توقعاتك وتوقعاتك المعتادة، فالشخص هذا شكله بيختلف عنك، انت يمكن مش متوقع انه هذا الشخص يكون، او انت مش مستوعبه، لسه مش مستوعبه، بتحاول تستوعبه، انت دخلت في الروحانية عشان تحاول تستوعب هذا الشخص وتفهمه، انه هو شخص غامض، غامض جدا. ممكن تتعامل مع برج الحوت او برج من الابراج، في برج العقرب او السرطان، الميزان، الجوزاء، الاسد، الحوت والدل. شفت طاقه الشخص ده، يمكن احتمال تتعامل مع شخص برج الدل او العذراء، طاقات ترابيه ترابيه وهوائيه وناريه ومائيه، كل الطاقات موجوده. بلاي، العب واستمتع، احتفل، لا تكون خطير للغايه. بيحكوا لنا ففي شيء انت بتعمل فيه، انت شيء دخلت علم جديد، شيء جديد. الشخص هذا حاليا في طاقة الاس اوف بنتيكال والفور اوف بنتيكال، فالشخص هذا مركز في اعماله جدا، والشخص الطموح بحب يكون مستقر ماديا، وحاليا هو مستقر ماديا، وكمان لو ما كانش الاستقرار المادي بشكل عام كبير، لكنه مستقر بمستوى هو يرضيه. الشخص هذا يمكن انه بحب المادة، بحب يكون معاه يعني انه ما يحتاجش حدا يطلب من حدا اشي،
فهو حاليا بيملك مشروع او بادئ مشروع جديد، وهو الرئيس تبعه، هو اللي ماسك إدارة هذا المشروع. فالشخص هذا حاليا في طاقة النقود والمشاريع والعمل. احتمال الشخص هذا برسم لوحات فنية، يعني هو برسم فنان وبرسم لوحات فنية. احتمال هذا الشخص بادئ مشروع، يمكن سيارات، ماسك مثلا معرض سيارات حاليا. في شيء بادئه هو جديد، أو مباني بيبيع سكن، يعني شو بيحكوها، معمار عفوا، اللي بيدلوا على بيوت وبيبيعوا بيوت، أشياء زي هيك، أو سكن إسكان، ممكن عنده إسكانات، ببني بيستثمر في إسكانات، شغلات زي هيك، عنده مشروع لحاله. طيب هو شو مشاعره من ناحيتك؟ هو مخربط الشخص اللي من ناحيتك جدا، وحاسس إنه مشاعره مخربطة في التفكير، يعني الشخص هذا حاسس إنه مش فاهمك، هو مش فاهمك، وهو متباعد عنك، وهو حاسس إنه أنت تباعدت. ويمكن انت تبعت بسبب مشكلة صارت بيناتكم، بس خليني اشوف التباعد اللي صار بسبب مشكلة. شو هي المشكلة هاي؟ طبعا للبعض منكم انتم منفصلين، حتما انتم منفصلين. الشخص هذا كان همه وتركيزه في الاستقرار المادي ويكون متوازن ماديا. كانت مشكلتكم في انه بده استقرار مادي قبل الاستقرار العاطفي او الزواج. احتمال لبعض منكم انه هذا الشخص متزوج في زواج اخر، ومش قادر انه يوفر يعدل بينك وبين الشخص الاخر. فانتو المشكله اللي صارت بيناتكم اما بسبب ماده او بسبب الفلوس، او بسبب وجود في حياة هذا الشخص طرف آخر، اللي هي عائلة أطفال. إذا الشخص هذا ما ترككش عشان طرف آخر، أنت أكيد رح تكون عارف يعني تشاهدنا، لكن الشخص اللي تركك عشان هو بحب الاستقرار، بحب يكون متملك. الشخص اللي بحب التملك، تملك المادي، يعني الشخص اللي محافظ على الماديات بدرجة حريص، يعني بحب يكون حريص متوازن في الماديات أكثر من الحب. ويمكن هذا الشخص على فكرة حاول يسيطر عليك، لكنك أنت تباعدت عنه، أو تباعد عنك بهدف أنه يسيطر عليك، لأنه أنت عملت له مشكلة بسبب هي الماديات، أو أنت حسيت أنه بميل للاستقرار المادي أكثر من الاستقرار العاطفي، فأنت تباعدت عنه، ويعني تباعدت عنه بمشكلة. هاي برضه طلع لنا برج السرطان، برج الحمل، أو برج الحمل هو برضه. الشخص هذا تباعد عنك بسبب شيء مادي أو طرف آخر في حياتك. أنت رح تكون عارف إن هذا الشخص متزوج، مش خبى عنك، لا، مش شايفة إنه خبى عنك. هذا الشخص بيحب المادة، مادي جدا، أنا شايفة جدا مادي. يعني بيحب يكون مستقر ماديا، مش هو رافض العلاقات، لا. أكيد هو راح شخص مادي، لكنه أكيد راح يكون بده علاقة في حياته، لكنه حسه علاقة هو يسيطر عليها. أنت شايف إنه هو مسيطر، وطلع لي برضه هون إنه هو شخص مسيطر، مستقر نفسياً مادياً، هو بحب إنه يطلع على الطموحات أكتر، على أحلامه، يسافر بعيد في أحلامه. هو بوقف بسافر بعيد كتير بأحلامه، يعني بيحلم بالسفر، بالمشاريع الخارجية. تطلعاته للمادة أكثر ولا لأحلامه. ويمكن هو شافك أنت شخص حالم. طيب هو أكيد بيفكر فيه، شو قلت لك، هو ماسك مشاعر من ناحيتك، لأنه مهم، هو عارف إنه مشاعر الحب، هو مسيطر على نفسه لأنه بحبك، بحبك جدا. اللفرز اللي هو برج الجوزاء، وهون برج الأسد معه.
احتمال يكون هذا الشخص هي برج الجوزاء او الاسد، بس الشخص انا بحبك جدا جدا، وانت مسيطر على عقله على فكره، ومسيطر عليه كامل. الدليل انه حتى في القراءه بدش يطمنك انه هو بيفكر فيك، لانه هو شوي نوعا ما عنيد، وبحب كلمة اللي تمشي. هو زعلان جدا، بس هو بدش يظهر لنا هذا الشيء حتى في القراءة، بدش يظهر لنا. وهو الشخص هذا انت مسيطر عليه، يعني مسيطر عليه لدرجة هو مستغربها. الشخص هذا مستغرب انك انت كيف مسيطر عليه. شايفين؟ لا يا عم، بحبك جدا جدا جدا، وبفكر على فكرة الشخص هذا إذا أنتوا كنتوا في انفصال بفكر إنه يرجع لك الشخص، بفكر فيك جدا جدا، وبتذكر أيامك أيام العطاء منك. وهو على فكرة شايفك إنك أنت شخص قيم متوازن. طلعوا جاست ويل الكينج اوف كابس، توازن توازن، شايفك شخص متوازن جدا، ناضج عاقل، وانت كلمتك لا رجعت فيها كمان. خلينا نشوف اكثر. الشخص اللي بحبك لافرز، تو اوف كابس، البيج اوف كابس كمان، الستين، يعني كل اشي حلو طلع بفكر فيه الشخص هذا، وزعلان جدا 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 عشان اللي بتعمله، جدا جدا زعلان من المشكله اللي صارت. على فكرة الشخص زعلان من المشكلة اللي صارت، هو شايف نفسه انه قديش حلو، يعني زي عمل المشكلة و قلبك على راسه، قلبك كيانه، عشان هيك هو بحاول انه يستقر ماديا. فرجيك انه شخص بيشبهك، هو شايفك يعني شخص متوازن جدا جدا، شخص تحب الحق وتحق الحق، وشخص عندك كل شيء بالملي، وشخص مرح وضحوك متوازن، وضحوك ومرح وجدي وهادئ، يعني كل الصفات الحلوة موجودة فيك. وكمان هو بشوفك بتحب انت تقدم اجمل ما عندك، اي شيء جميل فيك او اجمل ما عندك من كلام، كهيئه، كشخص، كلبس، كل شيء. شايفك انك انت الطب، وفيش بعدك في كل شيء في الترتيب والتوازن. وشايفك كمان حقاني، يعني حقاني، يعني بتحكي كلمه الحق حتى لو انت غلطان، بتيجي وبتحكي انا غلطان، وطيب جدا وحنون، وانت بتحب تعطي وبتعطي بلا حدود، وبتنسى شو اعطيت. وشايفك هيك.